هذا هولندي ذكر، هذا مارك براند، مخبز صغير جدا في باندونغ، هو في باندونغ راح نروح هنا طيب اللي علامته مثل من طالع هنا تبون سناك، هذا هولندي ذكر، تبون سناك احسن، تبون سناك بدماغ اللي هو خبز الالماني ما ادري شو اسمه، هذا شوفون الزاويه عند السلم ده، هذا عنده الجبن بالكاكاو لازم اخذ منه، كل ما جينا لازم ناخذ منه، شوفوه استحنا، هذا العلبه ذي العلبه الزرقاء عنده جبن، عنده كاكاو الحلا، عنده جبن بالكاكاو، عنده هذا الخبز الالماني ما ادري شو المالح والحلو بدماغ، وتبي بيتزا خطير، وهذا شوفون هذيك العجين بس عنده بيتزا بعد ودماغ، يعني هذا سناك وانت طالع كذا من السوق ماشي، سناك كذا سريع ماشي، نودع السوق.